ないじゃない。بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين حاجة؟ سامعين ولا أنا الم... تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على موضوع البون ديزيز في الكرونيك كيدني ديزيز أو كرونيك رينال فيلير. الحقيقة فيه two definitions. والله بقى صفحة كبيرة. الترم رينال اوستيودستروفي ده كان بيطلق زمان وده اللي كان بيستخدم وده بيطلق على التشينجز في الكالسيوم والفوسفورس فيتامين دي بي تي اتش از ويل از بوني تشينجز اللي بتحصل في حالات الكرونيك كيدني ديزيز. الترم الثاني اللي هو كرونيك كيدني ديزيز مينرال اند بون ديس اوردر ده بيستخدم ان ا وايدر تيرم وده الديفينيشن الجديد وده بيطلق على الايمجينج والكلينيكال والبايوكيميكال تشينجز اللي بتحصل في حالات الكرونيك ديزيز از ويل از فاسكولار كالسيفيكيشن اللي هو بقى يعتبر اهم سبب للمورتاليتي في حالات رينال فيلير فاسكولار كالسيفيكيشن ووجد انه مرتبط بشده بالكرونيك ديزيز. هنا لو ناخد بالنا ان البون ابنورماليتيز واللاب والفراكشرز والمورتاليتي والكارديوفاسكولار ديزيز كل ده بيقول فاسكولار كالسيفيكيشن كل ده بيطلق عليه سي كي دي ام بي دي. السبيكترم بتاع السكيليتال ابنورماليتيز في الكرونيك كيدني ديزيز بيشمل اول حاجه اوستياتيس فبروز هيستيكا ودي بتطلق في حالات السكندري هايبر باراثايرويديزم ودي فيها انكريزد اوستيوبلاست واوستيوكلاست بروليفريشن البورن تيرن اوفر سريع وفي بيريتيكولار بريكاناليكولار فيبروزيس في البون. الترم الثاني الاديناميك بون ديزيز ده العكس بتاعه في لو بون تيرن اوفر بطيء جدا في ديمينيشد اكتيفيتي باوستيوبلاست واوستيوكلاست وده كان اهم سبب له الالومنيوم انتوكسيكيشن لما كان الالومنيوم بيستخدم كفوسفيت بايندر. دلوقتي بقيناش نستخدم الالومنيوم اتوقف من زمان فاهم سبب له اوفر سبريشن او اوفر تريتمنت ويز فيتامين دي. بنقعد ند احنا فيتامين دي قبل العيان ما بيخش على الدياليسيس نقعد طول النهار دي له سنه وسنتين وثلاثه فيتامين دي نصهم دلوقتي بقى الكومنست ديزيز اوف بون ديزيز في حالات الكرونيك كيدني ديزيز هو الاديناميك بون ديزيز وده يمكن من اوفر تريتمنت واوفر سبريشن بتاعنا للبي تي اتش بالفيتامين دي ان احنا بندي الفيتامين دي وما بنقص الحقيقه بي تي اتش بنقعد ندي سنه وسنتين وثلاثه واربعه لغايه ما بيخش وذلك بقى موست كومن بون ديزيز في الحالات دي كلها الاون دايليسيز هو الاديناميك بون ديزيز. الترم الثالث الاوستيوماليشيا ده برضو رير شويه الاوستيوماليشيا في حالات الكورن كيدني ديزيز برضو في بون تيرن اوفر بطيء قوي قليل خالص بس في انكالسيفايد اوستيوت كتير جدا وده برضو كان الومنيوم بيعمله زمان لكن دلوقتي ده قليل قوي وموجود في بعض الجينيتك بوبوليشن اللي هم بريدسبوز لهذا الشيء. في كومباينيشن من كل دوت بالاول حاجتين اللي هم اوستياتي فابروزا والايديناميك تلاقي الاثنين بيسموها ميكسد بون ديزيز وده بتلاقي فيه انمينرلايزد اوستيرويد بيريتيكولار فايبروزس كتير قوي فايبروزس جامد وفي نفس الوقت اكتيفيتي بتاعه البون ضعيفه بال بتاعه الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست. ترم اخر مجموعه دي نادره جدا دلوقتي كان زمان موجوده اسمها بيتو مايكروجلوبين اميلودوزيس ودي كانت موجوده في الناس اللي هم كانوا بيقعدوا 15 و20 سنه اون دايليسيس زمان دلوقتي بقت انكومن لبعض التحسن في الدايليسيس هنتكلم عليها بعد شويه فبقى مش كومن البيتو مايكروجلوبين اميلودوزيس ده وده مينلي بياخد الساينوفيال تيشو والبيري ارتيكولار جوينتس. زي ما شايفين هنا في الهيموداياليسيس بيشنتس الكومنست تو ديزيزز يا دايناميك بون ديزيز يا اوستياتيس فابروز هيستيك. البيرثونيال دايليسيس الكومنست الدايناميك بون ديزيز. الاوستيوماليشيا ان كومن قليل خالص والايرلي احب برضه نقطه احب اقولها ان الايرلي بون تشينجز اللي بتحصل في السي كي دي بتحصل قوي كتير قوي قوي من ستيج 3 2 او 3 في الكورونيك كيدني ديزيز بتحصل بدري قوي البوني ابنورماليتي ولازم تاخد ان كونسيدريشن انك تعالج الحالات دي بدري عشان ما تخشش ما توصل لادفانسد ستيجز لما توصل لادفانسد ستيجز من الصعب انك تعالج فيها وبتلاقي فيها مشاكل كبيره زي ما هنقول بعد شويه.
يبقى السبيكترم دلوقتي عندنا في هاي بون تيرن اوفر بيشمل اوستيوايتيس فيبروز هيستيكا، عندنا لو بون تيرن اوفر بيشمل اوستيوماليشيا وايديناميك بون ديزيز، وعندنا المايلد كيسز وان ده نورمال بون. لو تاخد بالكم ان الهايبر بارا بتدخلك في سكه الهاي بون تيرن اوفر، اف يو انهبيت ذا بي تي اتش بالالومنيوم او الفيتامين دي اوفر بتخش على اللو بون تيرن اوفر، فاحنا من كتر الاوفر تريتمنت بدول بيدخلنا على ده كتير قوي قوي دلوقتي، وده اللي بقى كومنست فايندنج في حالات البون ديزيز. الميكسد ليجنز برضو موجوده، الاثنين ممكن تلاقيهم موجودين في بعض الحالات. اوستيايتيس فيبروز هيستيكا اهم حاجه فيها ان بي تي اتش لازم يكون عالي، وده مينلي نتيجه هايبر بليزيا في الباراثايرويد جلاند، ودي موجوده في حالات الكرونيك كيدني ديزيز. اهم ثلاث حاجات يعملوها: كالسيوم واطي، فوسفيت عالي، فيتامين دي قليل. دول اهم ثلاث اسباب، ودول هنشوفهم كل واحد بيحصل ليه ويتعالج ازاي. ده الكالسيوم في الجسم، احنا تقريبا كل واحد فينا عندنا تقريبا 1000 جرام كالسيوم، 99% منه موجود في البون، 1% موجود بره البون. ال 1% ده بيشمل جزء منه 90% موجود في الانتراسيلولر، 1 جرام موجود في الانترستيشيال، الدم موجود في بلازما ربع جرام. اللي عايز اقوله ان السيرم كالسيوم از ا فيري بور انديكيتور اوف ذا توتال كالسيوم في الجسم. يعني انت عندك كيلو الدم فيه ربع، وده اللي بنقعد نقيسه وندي كالسيوم عليه ونوقف الكالسيوم وندخل في هايبر كالسيميا وهايبوكالسيميا. هذا الجزء اللي في بلازما 50% امينو ايونايزد، وده اللي بنحسبه وبنحسب عليه العلاج ونواطي وندي علاج وما نديش. و10% كومبلكسد لبعض الانايونز زي السيترات بايكربونات، و40% بروتين باوند. فانت بتقيس الكالسيوم اللي بيهمك قوي تحسب العلاج عليه الايونايزد كالسيوم مش التوتال كالسيوم. وهنشوف دلوقتي ان التوتال ممكن يكون واطي بس الايونايزد بيبقى موجود لفتره كبيره. كالسيوم موجود زي ما انتم شايفين مين اللي في الديري برودكتس، اللبن ومنتجاته، هو ده اكتر حاجه سورس للكالسيوم، وحاجات المعلبات برضو ما عدا ذلك ميديوم ولو انتيك اوف كالسيوم. الكيرف ده بيرسم العلاقه بين الايونايزد كالسيوم والبي تي اتش. التوتال كالسيوم بيتند تو بي لو في الرينال فيلير، ليه؟ لان في فوسفيت ريتنشن، في فيتامين دي قليل، ابسوربشن من الجي اي تي قليل، فده بيخلي الكالسيوم التوتال كالسيوم يبقى واطي. ولذلك انت عشان تمنتين الكالسيوم البي تي اتش بيزيد ايرلي، لما بيزيد البي تي اتش بيحتفظ بالايونايزد كالسيوم اب تو فيري ليت ستيجز بيبقى نورمال، لكن التوتال كالسيوم بتلاقيه واطي والايونايزد تقريبا بيبقى نورمال. اللي بيحتفظ بيه السكند هايبر بار اللي بتبتدي ايرلي من ستيج 2 او 3، والبي تي اتش يعلى كل ما اخش رينال فيلير اكتر وتفقد كيدني فانكشن البي تي اتش ليفل بيعلى. الكيرف ده برضو بيرليت الكالسيوم مع البي تي اتش. في هذا الكيرف في اربع نقط مهمين جدا، في مينيمال ده اول حاجه بي تي اتش سكريشن، وده الليفل اوف كالسيوم ايونايزد كالسيوم. في اربع نقط، في مينيمال بي تي اتش وهايست ماكسيم بي تي اتش، وفي حاجه اسمها سيت بوينت. المينيمال بي تي اتش دي اللي هي احنا نورمال عندنا، لو الكالسيوم عندنا نورمال احنا كلنا ماشيين بالبي تي اتش في هذا الليفل. ما بيقل السيرم كالسيوم في الدم يبتدي بي تي اتش يعلى ويعلى بسرعه ويوصل للماكسيمم هنا، يبقى ده الماكسيمم بي تي اتش ذات يو كان ريتش، ده المينيمم بي تي اتش، وتقريبا احنا كلنا نورمال في هذا الليفل، ونقص الكالسيوم يدخلك في هذا الشيء. النقطه الثالثه اللي هي السيت بوينت، اللي هي تعتبر ليفل بتاع الكالسيوم اللي هو بيحصل عنده 50% انهيبيشن اوف ذا بي تي اتش سكريشن، دي اسمها السيت بوينت، ودي ممكن تيجي يمين وشمال زي ما هنقول بعد شويه. هنا السيت بوينت تقريبا الكالسيوم بتاعها 1.2 ملي مول، اضرب دي في 2 يطلع ملي بايكوفالنت، اضرب في كمان 2 يطلع ملي جرام، يعني عايز تعرف يبقى دي 4.8 تقريبا ملي جرام، ده اللي هو السيت بوينت بتاعت الكالسيوم. طيب الكلام ده عايز اقول حاجه، هنا لما قلنا الكالسيوم بيقل البي تي اتش بيحس بيه ويزيد، بيحس ازاي؟ بحاجه اسمها كالسيوم ريسبتورز، دي موجوده في ميني سايتس ومنهم الباراثايرويد جلاند. هذا الريسبتور ده عباره عن جي بروتين كابلد ريسبتور، معمول من ثلاث اجزاء، جزء بره السيل اكسترا سيلير، وجزء جوه ترانس ممبرين من سبع اجزاء، وجزء انترا ممبرينز. هذا الكومبلكس ستراكشر معقد قوي، بيحس بالكالسيوم فوق او ما يحس بالكالسيوم يخش جوه، ينهبيت سايكليك ام بي ويخلي على طول الكالسيوم لما يخش جوه اذا حس انه واطي بي تي اتش على طول يبقى سكريتد
ويبقى ريليز ده على طول من الجلاند. فنقص الكالسيوم بيحسوا ريسبتور ويطلع على طول البي تي اتش على الدم، وده بيحصل within minutes بسرعه جدا. ايه الفاكتورز اللي بتريجوليت الكالسيوم ريسبتور اللي موجوده دي؟ اول حاجه ده موجود بيقل في الفيتامين دي ديفيشنسي، يعني واحد عنده فيتامين دي ديفيشنت هتلاقي عنده الفيتامين دي الكالسيوم ريسبتورز قليل، تدي فيتامين دي بتعلي الريسبتور. كمان مهم قوي في البروليفريتنج اريا في جلاند، جلاند كل ما تكبر الكالسيوم ريسبتور يقل. الفوسفيت معروف قوي انه بيكبر الجلاند، فانت لما تدي فوسفيت لو عالي في رينال فيلير بيكبر الغده جدا، جلاند بتكبر وكل ما تكبر الريسبتور فيها بتقل، يعني الريسبتور تبقى جلاند كبيره قوي بس الريسبتورز قليل. ومهما اديت كالسيوم ما تعرفش تصلب انهبيت البي تي اتش، ليه؟ لان الريسبتور قليل، وعشان تقلل الريسبتور يو هاف تو ريستريكت فوسفيت، فتصليح الفوسفيت بيرجع الكالسيوم ريسبتور. فوسفيت ريستريكشن بيمنع الهايبربليزيا وبيمنع الداون ريجوليشن اوف كالسيوم ريسبتور. دي تيست اكسبيرمنت اتعملت على راتس، عملها واحد اسمه سلاتوبوليسكي في سانت لويس في امريكا، جاب راتس اربع انواع من الرات باراثايرويد، ده نورمال رات والاحمر ده كالسيوم ريسبتورز، اداهم لو فوسفيت ريسبتورز ما اتغيرتش وحجم الجلاند ما اتغيرش، نورمال فوسفيت حجم الجلاند ما اتغيرش وريسبتور، الهاي فوسفيت كبر الجلاند جدا وده اللي بيحصل عندنا في رينال فيلير بس الريسبتورز قليله جدا. فانت مهما اديت كالسيوم عشان ده مش هتعرف تنهبت الباراثايرويد لان الريسبتورز ضعيفه، وعشان ليه كبيره دي؟ لاسباب كثيره منها الفوسفيت ريتينشن. فانت قبل ما تحاول تصلح الكالسيوم يو هاف تو لوور ذا فوسفيت. ده كلام عن الكالسيوم، نيجي على الفوسفيت. الفوسفيت بيختلف شويه عن الكالسيوم، انك الانتيك تقريبا بتاعنا موجود مين للفوسفيت في الديري والبروتين هاي بروتين فود مليان فوسفيت، تقريبا الانتاج بتاعنا جرام ونص في اليوم، منه حوالي جرام بيفقد في البول والباقي بره. ولذلك اهميه الكيدني، رينال فيلير تعمل فوسفيت الكاش، لان الكيدني تعتبر من اهم السايتس اللي بتكسكريت فوسفيت الجسم، اهم واحد. فنقص الرينال كيدني فانكشن يديك فوسفيت ريتينشن، وذلك هايبر فوسفاتيميا بتحصل في رينال فيلير. حاجات الاكل اللي مليان فوسفيت مينلي زي ما بقول اهو ميلك برودكتس وكل الحاجات اللي فيها ميت بروتين كله، والفيش والسيريالز والناتس. ولذلك انت صعب جدا العيان بتوعك تحاول تنقص لهم الفوسفيت، عشان تنقص الفوسفيت يو هاف تو ريستريكت البروتين، لو منعت البروتين وبالتالي ساعات الناس بتخش في بروتين مال نيوتريشن. فمعظم الناس من الصعب انك تقلل الفوسفيت انتيك قوي لانه موجود في معظم اهم اكل مين للميلك والميت. هنيجي للكيرف بتاعنا اللي قلنا عليه الكالسيوم فوسفيت، سيت بوينت اللي قلنا عليها هنا الهاي فوسفيت يجيبه نورم يمين. ليه بقى اللي بيحصل ده؟ ايه معنى الكيرف ده يجي يمين؟ معناه يو نيد ا هاير كالسيوم تو انهبيت ذا باراثايرويد جلاند. فمعناها ان احنا دايما نعرف ان في الدياليسيس بيشنتس يو نيد ا مور هاير سيرم كالسيوم تو انهبيت ذا بي تي اتش. الكيرف جه يمين، السيت بوينت بدل ما كان بيبقى انهبيتد عند الليفل ده بقى انهبيتد عند الليفل ده. يو نيد ا هاير كالسيوم انتيك، هاير كالسيوم ليفل في الدم عشان تنهبيت الباراثايرويد جلاند، وده بيطلق عليه سيت بوينت اتنقلت الى اليمين. الفوسفيت ريتينشن بيعمل ازاي سكندري هايبربارا؟ اول حاجه الفوسفيت بيوطي السيرم كالسيوم، ونقص السيرم كالسيوم ده هيزود لك على طول البي تي اتش زي ما قلنا هنا بريسبتورز. وكمان حاجه ثانيه الفوسفيت ريتينشن بينهبيت فيتامين ال1 الفا هيدروكسيليز في الكيدني فيقلل الكالسترول، ولما قلل الكالسترول وكمان حاجه ثانيه الفوسفيت بيعمل انه بيزود حاجه اسمها اف جي اف 23، ده وده الاثنين هينتهوا بنقص اكتيفيتي اوف فيتامين دي. فوسفيت نقص الفيتامين دي واف جي اف 23 اللي بيزيد سكريشن بتاعه نتيجه سيرم فوسفورس عالي، الاثنين هينهبت الفيتامين دي هيدروكسيليشن في الكيدني، وده هيقلل لك انتستاينال كالسيوم ابسوربشن، وده هيديك الى هايبوكالسيميا، والهايبوكالسيميا هتزود البي تي اتش، او نفس الفكره ان نقص الكالسيترول هيزود البي تي اتش لان الفيتامين دي بينهبت البي تي اتش، فنقص الفيتامين دي بتزود البي تي اتش. ميكانيزم تاني ان الفوسفيت نفسه بيزود البي تي اتش دايركت من غير الكالسيوم، ملوش دعوه هو لوحده كده، تدي فوسفيت هيعلي لك الباراثايرويد جلاند البي تي اتش سكريشن. حاجه ثانيه كمان مهمه ان الفوسفيت بيزود الباراثايرويد سيل جروس، بيكبرها زي ما شفنا قبل كده تيست كبرها وعملها نيديولز وانتهت ببي تي اتش سكريشن. حاجه ثانيه كمان الفوسفيت بيعمل ان كالسيتروب بيخلي الفيتامين دي ما يشتغلش في البون كويس ولا على الباراثايرويد جلاند، الاثنين يعمل ريزيستنت لل
للفيتامين دي انه يشتغل على البون او على الباثايرويد الفوسفيت العالي، وبالتالي نفس القصه هتنتهي كلها بي بي تي اتش سكريشن زايد. اخر نقطه دي عايزكم تاخدوا بالكم منها، الاف جي اف 23 على البي تي اتش. احنا قلنا او الريسنت ثيوري هنرجع لها كمان شويه، ان نقص الاف جي اف 23 زيادته بتنهبت فيتامين دي هيدروكسيليشن ينتهي بسكندري هايبر بارب. الاف جي اف نفسه 23 على بي تي اتش بيقال انه بينهبت دايركت، بس ده مش مهم لان اهم واحد هو الان دايركت ثرو فيتامين دي، فالدايركت ده ضعيف، وده مينلي عشان في كوريسبتور للاف جي اف 23 بيبقى ناقص، هنقوله كمان دقيقتين. خلصنا الكالسيوم وخلصنا الفوسفورس، نيجي الفيتامين دي بينقص ليه في الناس اللي عندهم رينال فيلر؟ اول حاجه البيرنت فيتامين دي اللي هو 25 او اتش دي 3 او دي 2 بيبقى قليل، وده ما وجدوا من الناس اللي داخله على الدياليسز اكتر من 30% 20% عندهم فيتامين دي بيرنت كومباوند ناقص، وده المفروض انك تصلحه قبل ما تدي الاكتيف فيتامين دي اللي هو ال 1 الفا والكلام ده كله، لازم تصلح ده، وده بيقاس بسهوله قوي دلوقتي، وده يستحسن ان ده يتصلح قبل ما تصلح التانيين. اثنين، لما ينقص دوت الفيتامين دي وبالتالي الجزء اللي واصل للكيدني هيدروكسيليشن هيبقى قليل، فانتاج ال 125 هيبقى قليل في الكيدني ما دام البيرنت كومباوند ناقص. حاجه ثانيه كمان الجي اف ار بي ال، وبالتالي وصول الفيتامين دي للكيدني قليل، فبالتالي برضو هتلاقي ال 125 يقل. الحاجه الثالثه الفوسفيت، وده مهم جدا، فوسفيت بيعلى. في الحاله دي لما يعلى فوسفيت بينهبت ال 1 هيدروكسيليز ويقلل لك برضو الفيتامين دي فورميشن. وحاجه ثانيه كمان الفوسفيت لما بيعلى قلنا بيزود الاف جي اف 23، والاف جي اف 23 بينهبت الهيدروكس الفيتامين دي فورميشن، وده مهم جدا جدا لان دوت بينتهي بسكندري هايبر في الاخر. وجدوا كمان فراجمنتس بي تي اتش الموجوده في الدم بتنهبت الهيدروكسيليشن في الكيدني بتاع ال 1 هيدروكسيليز. هنا لو ناخد بالنا هنا فيتامين دي بيمسك في على سيرفيس ريسبتور في الباراثايرويد جلاند اسمه فيتامين دي ريسبتور، يعملوا كومباوند مع بعض بيتحد مع بروتين اسمه ريتينويد اكس ار، وهذا الكومباينيشن يبايند في جوه الباراثايرويد جلاند على الجين اللي بيعمل بي تي اتش دي ان اي بايندينج، ويا اما ده معظم التيشوز كده يمسك في الدي ان اي بايندينج سايت. في الاوستيوكالسين مثلا بيزود البون فورميشن، عندنا هنا بون تيرن اوفر، عندنا هنا في الباراثايرويد جلاند انهبت بي تي اتش فورميشن. البايندينج ده ما بيشتغلش كويس، السيستم ده مش ماشي كويس ليه؟ الفيتامين دي ريسبتور زي ما قلنا في الجلاند قليله جدا، ودي بترجع بالفيتامين دي، يو جيف فيتامين دي يو ابجريد الفيتامين دي ريسبتور، فالفيتامين دي ريسبتور قليل فبالتالي فيتامين دي مش هيشتغل معاه، السكه دي مش هتمشي. حاجه ثانيه الريتينود اكس ار ناقص، وكمان حاجه ثانيه كمان ان الاكشن بتاعه بالبايندنج في الدي ان اي بايندنج هنا انهبيتد باليوريميك ميتابولايتس، فالسيستم ده ما بيمشيش وبالتالي فيتامين دي ما بيعرفش انهبيت البي تي اتش في الناس دول. ترجع تقول ليه؟ عشان الريسبتور قليل لازم ترفعه، يوريميك ميتابولايت تصلحها، وهكذا عشان تقدر الفيتامين دي يشتغل على الباراثايرويد جلاند. هنا ملخص يمكن افكت اوف فيتامين دي على الباراثايرويد جلاند، في دايركت واندايركت افكت. الاندايركت بيقلل الكالسيوم ابسوربشن للانتستين، يدخلك في هايبوكالسيميا، يزود البي تي اتش. الدايركت افكت بيقلل بي تي اتش جين ترانسكريبشن اللي لسه قايله في الصوره اللي فاتت، بيزود الفيتامين دي ريسبتور ودي كويسه، بيقلل السول بروفريشن بتاع الفيتامين دي بتاع الباراثايرويد، وبيقال انه بيزود اكسبريشن اوف كالسيوم ريسبتور، ودي مش بروف ده قوي. المهم ان الكلام ده كله هينتهي بديكريز دي بي تي اتش سكريشن، وده يزود الكالسيوم، والاثنين ينتهم ان تقدر تكنترول الباراثايرويد جلاند الهايبر باراثايرويد. نيجي نقول بقى طيب عندنا كالسيوم وعندنا فوسفيت وعندنا فيتامين دي، مين اهم في ستيميليشن اوف ذا باراثايرويد جلاند؟ مين اهم فيهم؟ هنا عملوا تيست برضو على على الراتس، ده الكالسيوم ودوت البي تي اتش ليفل، ده النورمال الكنترول تقريبا الكالسيوم 10 وحاجه صغيره، ده في الراتس وده البي تي اتش. لما ادوا كالسيوم هاي كالسيوم لود رفع السيرم كالسيوم، بس كان نوت انهبت البي تي اتش، احنا قلنا في النورمال بيرسونز البي تي اتش از مينيمالي على المينيمال سكريشن بتاعه فبيقدرش تنقصه. طب ادينا فوسفيت لوحده هينقص الكالسيوم شويه صغيرين، لكن زود البي تي اتش بعنف، ده الفوسفيت. لذلك اهميه ضبط الفوسفيت مهم جدا زي ما انتم شايفين. طيب ادينا فيتامين دي، فيتامين دي هيعلي الكالسيوم شويه بس هينهبت البي تي اتش اهو. طب ادوا الاثنين مع بعض فوسفورس وفيتامين دي، الحقيقه
الفيتامين دي الانهبيشن بتاعه اتمنع شاب الفوسفورس، يعني الفوسفورس بريفنت الانهبيشن بتاع الفيتامين دي لما اتنين مع بعض. هنا دي الاوستيوبلاست، في حاجه اسمها رانكل او ريسبتور فور اكتيفيشن او نيوكليير فاكتور كابا ليجند، ده ليجند موجود على السيرفس اوستيوبلاست، بيبقى ابريجيتد بالبي تي اتش والفيتامين دي والانترلوكين 1 6، بيزودوا هذا الرانكل، ده يمسك في حاجه اسمها رانك على الاوستيوكلاست، وده يزود البون ديستراكشن. فالبون تيرن اوفر ده بيمشي كده السايكل دي، البي تي اتش ما بيشتغلش على الاوستيوكلاست، بيشتغل على الاوستيوبلاست، يزودها ودي تستيميليت ده، وده يزود البون تيرن اوفر وتبتدي السايكل. ده بالنسبه للبي تي اتش بيشتغل ازاي. في نفس الوقت البي تي اتش زودنا ده وبينهبت حاجه اسمها او بي جي اوستيوبروتوجيرين، ده بينهبتد الاو بي جي ده بيمسك في الرانك في الريسبتور برضه في الرانك اللي هنا وينهبت الاكشن بتاع ده. ففي الهايبر باراثيرويديزم ده زايد وده ناقص، في الاديناميك بون ديزيز ده زايد وده ناقص، اثنين عكس بعض. وحتى استخدموا دي ريسنتلي فانك تفرق البون ديزيز، ممكن تعرفه لو تعمل تقيس الاو بي جي والبي تي اتش تقدر تعرف انت انهي نوع من البون ديزيز، انت هايبر باراثيرويديزم الهايبر دايناميك هتلاقي الرانك العالي والاو بي جي قليل، والعكس صحيح في الاديناميك بون ديزيز. دلوقتي احنا عندنا كالسيوم واطي، فوسفيت عالي، وفيتامين د واطي او فيتامين د واطي، مين اهم واحد فيهم؟ قصه ابتدت في مين عشان تنتهي بهايبر باراثيرويديزم؟ ده ولا ده ولا ده؟ ثلاثة مع بعض موجودين. الحقيقة في ريسنت ثيوري بتفسر السكندر هايبر باراثيرويديزم بأن الفوسفيت ريتنشن بيعلي الاف جي اف 23 ينهبت ال 125 يديني هايبر باراثيرويديزم. واللي بيأيدوا هذا الطريق قال لك ليه؟ أولا الفوسفيت بيقعد نورمال لغاية تقريبا ستيج 4 اوف كرونيك كيدني ديزيز لغاية الآخر خالص. وده على حساب مين؟ على حساب السكندر هايبر باراثيرويديزم وعلى حساب الاف جي اف 23 اللي عالي. طب كان زمان بنقول الكدني لما بتبوظ ما بتعملش فيتامين د بيزود ده، لو الكدني نفسها لما بتبوظ طب ليه في نفس الوقت ايرلي بيحصلش انيميا هايبرتيميا واسيدوزيس بيحصلوا ليه؟ الايرلي حاجه بتحصل فيتامين د ينقص وسكندري هايبر باور بتحصل من ستيج 2، لكن الباقيين كلهم انيميا والانيميا واسيدوزيس والهايبرتيميا بتحصل ليه؟ ليه؟ لانها نتيجه كدني ديستراكشن، بس السكندري هايبر باور نتيجه الانهبيشن اوف 125 وانتهى نتيجه اكسس اف جي اف 23 وانتهى بسكندري هايبر باراثيرويديزم. موضوع الاف جي اف، الاف جي اف 23 ده قصته ايه؟ ده عباره عن اف جي اف 23 وان اوف ذا اف جي اف فاكتور فاميلي، دي فاميلي معموله من سبعة جروبس، هم عباره 22 بولي بيبتايد متقسمين على سبع مجموعات كلهم ما عدا ده ما عدا 23 بيشتغلوا لوكال وما يمشوش السيركيليشن ويحتاجوا هيبارين ككو فاكتور. الاف جي اف 23 ده واحد من اف جي اف 19 فاميلي اللي هي دي، ودي بتلف تمشي في السيركيليشن بتشتغل كاندوكراين فاكتور وبتحتاج ريسبتور اسمه كلوزو، يبقى دول مجموعه بيشتغلوا لوكال ويحتاجوا هيبارين، وده بيلف في السيركيليشن ويحتاج ريسبتور اسمه كلوزو. ده معمول من ثلاث حاجات، اف جي اف 19 بيشتغل على البايل هيموستيزس مالناش دعوه بيه دلوقتي، اف جي اف 21 بيشتغل على الجلوكوز والليبيد ويقلل اللو دنسيتي لايبوبروتينز، والاف جي اف 23 ده اللي مهم قوي بالنسبه للفوسفيت والفيتامين دي، وده اللي بيزيد السكريشن بتاعه نتيجه فوسفيت في الدم بيعلى، ودوت اللي بيعمل فوسفاتوريا عشان يمنتين السيرم فوسفورس، وده اللي بيستيميليت بينهبيت ال 125 فيتامين دي ويزود السكند يعمل سكند هايبر بارا ثيرويديزم. الاماكن اللي فيها كلوزو ريسبتور هي دي اللي بقى اماكن اللي بيشتغل فيها اف جي اف. فمين اللي موجوده في الكيدني؟ الاف جي اف بيستيميليتور الصوديوم فوسفورس ترانسبورت ويعمل فوسفاتوريا ويقلل السيرم فوسفيت، وفي نفس الوقت انهبت ال1 هيدروكسيليز، وهذا الانهبيشن هو اللي بينتهي بسكندري هايبر بار زي ما قلت لكم. الاف جي اف 23 بيشتغل دايركتلي على الباراثيرويد فبيقال انه بيقلله، بس ده عكس ده فيري ويك افكت، المين افكت انه بيزود عن طريق نقص ده.
لما بيقلل دوت ما بيشتغلش ليه؟ لان الريسبتور موجود قليل قوي في البارثايرويد جلاند، فبالتالي البي تي اتش ما بيشتغلش كانهيبيتوري للبي تي اتش، والاكشن اللي بتاخده من الاف جي اف انه بيزود البارثايرويد جلاند عن طريق انهيبيشن اوف 1 هيدروكسيليز. وجدوا برضو ان الريسبتور ده موجود في الكريوت بلكسس في البيتوتري في البون، مش معروف قوي بيعمل ايه ده. هنا لو جيتوا للصوره دي، ده الفوسفيت ريتينشن رينال فيلير، بيزود الاف جي اف، ينهبت 125 هيدروكسيليز ال1 هيدروكسيليز سوري، وده بيزود البي تي اتش. فيتامين دي ينقص يزود البي تي اتش. الاف جي اف 23 المفروض ان يبقى فوسفاتوريا، وذ ادفانسد رينال فيلير ما يقدرش ينهبت يخلص الفوسفيت في اليورين، فيتحوش الفوسفيت. فوسفيت ريتينشن هيستيميليت دايركت للبارثايرويد جلاند دايركت، يبقى ده دايركت اكشن، وده عن طريق نقص فيتامين دي. الاكشن بتاعه ان بينهبت البي تي اتش ده ضعيف جدا زي ما قلت لكم، عشان الكلوزو قليل قوي قوي قوي. في نفس المشكله في الرينال فيلير، الكالسيوم سبلمنت ما بيشتغلش كويس عشان الريسبتور قليله، الفيتامين دي ما بيشتغلش كويس عشان الريسبتور قليله، فبالتالي ميني ميني فاكتورز بتخليك صعب انك تكنترول الباراثايرويد جلاند. طب الحل ايه يعني؟ كلينيكال مانيفيستيشن بتاعتهم عاده نان سبيسيفيك، بتبقى دايما البايوكيميكال والايمجنج ابنورمالتي اير، يعني كلينيكال بيحصل ليت، تلاقي اكس بين في اللور ليمب والباك، ساعات بيري ارثرايتس وماسل ويكنس وتشخص انها سودا جاوت، ساعات بون ديفورمتيز لو حصلت في رينال فيلير حصل في اليانج ايج من صغره ممكن ينتهي بكيفوزيس، جروث ريتارديشن في التشيلدرن، ساعات اكسترا سكليتال وفاسكولار كالسيفيكيشن في الفيسلز وخارج الفيسل، بروريتس ساعات من ديبوزيشن اوف كالسيوم فوسفيت في الجلد، كالسيفيلاكسيس دي سيفير فورم اوف هايبرباره وفيها فاسكولار كالسيفيكيشن وجانجرين في ارياز. البايوكيمستري في رينال فيلير، الفري كالسيوم والفوسفيت ليفل يوجوالي الفري كالسيوم از نورمال اب تو ليت ستيجز، يمكن التوتال قليل، الفوسفيت بيعلى بس بيعلى ليت، قلت لكم في ستيج 4، وده مينلي على حساب سكندري هايبرباره وعلى حساب زياده الاف جي اف اللي هو شغلته انه يوطي الفوسفيت في الدم، بس في نفس الوقت الهايبرباره شغاله وبتعمل تشينجز كتيره جدا في الجسم بيرسوترز بتاعتها. هايبركالسيميا نادره تحصل امتى في رينال فيلير؟ لو انت عملت اوفر سبريشن للجلاند ودخلت العيان في اي دايناميك بون ديزيز هتلاقي الكالسيوم عالي، او نتيجه اوفر تريتمنت فيتامين دي. لما تلاقي واحد عنده كالسيوم عالي لازم تبقى عارف انت نتيجه اوفر تريتمنت فيتامين دي والعيان دخل في اي دايناميك، ولا اوفر ولا نتيجه ابسوربشن في كالسيوم ومعلي الكالسيوم وما زلت في الهايبر باراثايرويد ستيت. بي تي اتش ليفل لو فوق 600 يبقى انت بتتكلم في السكند هايبر بارا، لو قليل قوي قوي بتتكلم في الادايناميك بون ديزيز. الليفلز اللي في النص ما تقدرش تفرق البون ديزيز ده ايه، ده ولا ده، ما تقدرش تعرف. فيتامين دي ليفل، قلت الفيتامين دي 25، احنا عندنا الفيتامين دي جزء منه ماسك مع البروتين، فلوس بروتونوريا بتقلل البروتين الكارير بتاع الفيتامين دي في الدم، وده بيقلل النيتف فيتامين دي اللي هو 25. فيتامين دي ليفل كان نوت ديفرنشيت ذا تايب اوف بون ديزيز، ما يقدرش يفرقها لك. هنا يمكن صوره للكلاسيفيكيشن، انا قربت قوي كده عليها. هنا سب بريوستيك كلاسيفيكيشن، وفي ميتاستاتيك كلاسيفيكيشن بتبقى موجوده في اماكن كثيره، ونفس القصه في البون، اماكن كثيره كلاسيفيكيشن واوستيو بون ريزوربشن في اماكن كثيره في البون، مش هعدي بسرعه عليها. البدايه العلاج بقى ايه؟ بريفنشن ذا برايمري جول، we have to begin early في ستيج 3 بدري قوي قبل ما يحصل نودولار هايبرفليزيا في الجلاند. هنا دي الكيديجو جايد لاين جايد لاينز بالنسبه للليفل اوف كالسيوم وفوسفورس والبي تي اتش. لو تاخدوا بالكم في ستيج 3 بتقترب عايز تقريبا بي تي اتش نورمال وكالسيوم نورمال وفوسفورس نورمال، ما بتخش على ستيج 5 بتحتاج هاي بي تي اتش لان في ريزيستنت للبي تي اتش اكشن على البون، فبتحتاج من 3 تو 6 تايمز البي تي اتش عشان في ريزيستنت بي تي اتش في البون، بتحتاج هاير ليفل فوق 10 و2 من 10 يبقى هايبر كالسيميا، بتحتاج ما بنزودش الكالسيوم فوسفورس برودكت، كان من زمان من 10 سنين الليفل ده كان يوصل 70، لكن دلوقتي نوت اكسبتد فوق 55، كالسيوم فوسفورس ما زادش عن 55 توتال كالسيوم مع الفوسفورس. العلاج بقى الفوسفيت تعمل فيه ايه؟ تشيله بالدياليسز، دايت ريستريكشن، فوسفيت بايندر، كالسيوم في نقط هتكلم عليها دلوقتي كل واحد فيهم، والبي تي اتش. الفوسفيت ده هنا نورمال عايزينه الليفل ده، الدياليسز السنجل سيشن اوف جود دياليسز يشيل جرام فوسفيت، انت لو بتاخد تقريبا جرام
ونص في اليوم في الاسبوع بتاخد حوالي 7 جرام 6 ل 7 لو شلت 3 جرام بالدياليسيس فيري افيشنت دياليسيس يبقى عندك 4 ما تشالوش هيحصل فوسفيت ريتينشن باي تايم فيو هاف دير دكتور يور تايم از اب طب ممكن معلش خد دقيقتين من انت دي مش لها مش مشكله ممكن بسرعه ما انا فاهم الدياليسز غير كافي لازم معاه فوسفيت بايندرز ولازم الدايت ريستريكشن تليميت الفوسفيت والفوسفيت بايندرز هقول عليها بسرعه دلوقتي الكالسيوم دايلزيت كالسيوم بتقدر تتحكم فيه كالسيوم بايندرز والفيتامين دي مشيش ليه ده الدياليسيس ريستريكتيف فوسفيت زي ما قلت ولازم تلميت البروتين وفي ليميت بروتين للاسف ساعات بتدخله بروتين مال نيوتريشن فوسفيت بايندرز لازم تاخده على الاكل مش بعد الاكل لو عايز ترفع السيرم كالسيوم ادي الفوسفيت بايندر ما بين الاكل عايز تمسك الفوسفيت يبقى تديه مع الاكل في الومنيوم بايندرز دي السترونجست بس بطلوها زمان لان لها توكسيستي شديده فاستخدمنا النون كالسيوم نون الومنيوم اهمهم طبعا الكالسيوم اكتر حاجه فيه مستخدم كالسيوم كربونات وده بس عيبه الوحيد ان بيدخلك ساعات في هايبر كالسيميا وبيعمل كالسيفيكيشن مع الاستعمال الكثير وطلع حاجات نون كالسيوم زي السيريلمار ودوت استخدم ريسنتلي بيقلل اللودنسي لايبوبروتين وبيقلل الفوسفيت بس ما يعليش الكالسيوم لانفينم برضو جديد بس اكسبنسيف الاثنين دول غاليين جدا بيقللوا الفوسفيت بيمسكوه في الانتستين وما يعلوش الكالسيوم المغنيسيوم ما يستخدمش غير في يستخدم في السولت ما يستخدمش غير على الدياليسيس بيشنتس من غير دياليسيس ريسك انك تستخدمه الهايبوكالسيميا لازم تتصلح كالسيوم كربونات لو عايز تعليه زي ما قلت ما بين الاكلات الفيتامين دي تقيسه وتصلح البيرنت فيتامين دي الاكتيف فيتامين دي انالوجز بس استخدامها اف يو فيل تو كنترول سيرم كالسيوم او فوسفيت الانالوجز بتستخدمها لما يكون الفوسفيت البي تي اتش فوق الجول او وعايز تزود الكالسيوم ابسوربشن هنا الفيتامين دي هتكلم على الفيتامين دي 2 دي 3 ده البيرنت كومباوند لقوا ان الكالسيوم 125 دير دكتور يور تايم از اب هنا الفيتامين دي 125 هو ده الاكتيف فورم وده اللي بيمسك في الفيتامين دي ريسبتور يعني الفيتامين دي العادي بيمسكش في ريسبتور ال 125 هو اللي بيمسك في ريسبتور فالفيرست جينيريشن من الفيتامين دي انالوجز اللي هو ال 125 اسمه كالسيترايول عملوا سكند جينيريشن شالوا ال 1 شالوا ال 25 وخلوه ال 1 الفا اللي انتوا بتستعملوه في السوق الالفا كالسيدول يا اما 1 الفا فيتامين دي دي 2 يا دي 3 ده السكند جينيريشن ده عيبه برضو انه بينهبت البي تي اتش بس في نفس الوقت بيعلي الكالسيوم فوسفور جدا فده اللي دخلنا في الهايبر كالسيميا والكالسيفيكيشن عملوا ثيرد جينيريشن اوف فيتامين دي انالوجز اللي هم نوعين باريكالسيترول و 22 اوكسا دول عباره عن ايه هم 125 جاهزين فيهم واخدين ال 125 بس لعبوا في الرينج او في السايد ستراكشر في ال 22 او في الرينج في ال 19 دول استخدموا ريسنتلي غاليين بس دول ليس هايبر كالسيميك اند لوس فوسفاتيميك يقللوا الاستاير ابسوربشن بتاع الكالسيوم فوسفيت يعني هبت البي تي اتش من غير ما تعلمين الكالسيوم فوسفو دي ميزه كبيره جدا لانك هتقلل جدا الكالسيفيكيشن وبتقلل اللونج تيرم الكالسيمايميتكس دول مجموعه جديده من الدراجز بتنهبت البي تي اتش ودي بتشتغل بتمسك ريسبتور على الجلاند وتخليه ريسبونسيف تو كالسيوم وده بينهبت البي تي اتش وبيقلل سيرم كالسيوم فوسفيت ما استخدمش غير على الدايلسيس بيشنت هنا لو تاخدوا بالكم دي جلاند باراثايرويد جلاند ده كالسيوم عالي مش عامل فيها حاجه كالسيوم واطي خليها تطلع لكن كالسيوم واطي مع كالسيوم ايميتك ما يخليهاش تطلع وده بيخلي كالسيوم ايميتك بيخلي الجلاند تحس ان في كالسيوم عالي ما هوش عالي كالسيوم واطي بتحس ان في كالسيوم بس مفيش كالسيوم وبالتالي بطل تطلع بي تي اتش احنا قلنا اهم سبب يخلي البي تي اتش يزيد هو نقص الكالسيوم ده الفرق بين الكالسيوم ايميتكس وفيتامين دي الفيتامين دي بيشتغل جينوم جوه الكالسيوم ايميتك يشتغل على السيرفيس ريسبتور ده بينهبت السكريشن ده بينهبت الفورميشن ده بطيء ويشتغل على مهله ده بيشتغل اميديت ده بيقلل الفوسفيت برودكت الكالسيوم وده بيزوده ولذلك ده عيبه في الناس اللي عندهم كالسيوم عالي او فوسفيت ما تستخدموش ممكن تستخدم كالسيوم ايميتك بدا برده غاليين جدا ولازم يستخدموا على طول
انديكيشن في الباراثيرويدكتومي مش فوت عليها بسرعه، بعض الانديكيشن انك مش قادر تكنترول خالص بتعمل لها ثيرويدكتومي سواء بارشال او توتال امبلانتيشن في الفور ارم. ادامي بون ديزيز هو عباره عن ان ادكويت لو بي تي اتش، وده نتيجه زي ما قلت لكم كان زمان الومنيوم دلوقتي اوفر سبريشن او بي تي اتش ونتيجه الباراثيرويدكتومي. مش مهمه دي البيتو مايكرو جلوبلين اخر واحد قلت عليه، وده قلت نتيجه ما بتلاقوش غير في حاجتين اولد ايج ولونج ديوريشن اوف فايروس فوق 15 سنه، وده قل جدا ريسنتلي نتيجه كذا حاجه، قل جدا مع الهاي فلكس دايليزرز مع الالترا بيور ووتر، وذلك قالوا بعض الاسباب منه ان هو يمكن امبيورتي في الووتر، ونفس الوقت حديثا ما بتشوفوش خالص الحقيقه بعد الريسنت مودز ممبرينز الجديده تصليح. فاضل اخر حاجه كلاسيفيكيشن، انتوا عندكم محاضره لكن ان جنرال هقول ثلاث كلمات فيها. ان الكلاسيفيكيشن بتلاقيه اكتر مع الادفانسد ايج ومع الديوريشن اوف دياليسيس، وديت لو تاخدوا بالكم هنا ده النورمال، ده الكورونري هارت ديزيز، ده الدياليسيس بيشنت. الدياليسيس بيشنتس عندهم كورونري كلاسيفيكيشن كتير جدا 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 عن الكورونري هارت ديزيز، فذلك انا قلت بالاول خالص الكلاسيفيكيشن از ذا مين كوز اوف ديث في الناس دول. هنا الكلاسيفيكيشن فيه عندنا تراديشنال فاكتورز ونون تراديشنال فاكتورز وابنورمال بون، كل دوت بينتهي في النهايه انك بتنتهي بكالسيفيكيشن. ده الهايبرتيرن اوفر اللي هو هايبر بارا، بتلاقي فوسفيت عالي والكالسيوم واطي، مع زياده دول بيروح على البون كالسيفيكيشن. طب واللو بون تيرن اوفر، البون ما بياخدش كالسيوم، مقفوله السكه، كالسيوم فوسفيت از نوت انكوربوريتد للبون عشان فيه تيرن اوفر ضعيف، فبالتالي بيروح على التيشو. فبتلاقي كالسيفيكيشن في الهايبر تيرن اوفر واللو بون تيرن اوفر، بس الحقيقه الكالسيفيكيشن اكتر في الاداميك بون ديزيز، ده كالسيفيكيشن اكتر من بتاع الهايبر بار. دي صور كالسيفيكيشن الكترون بي ام سي تي كورونري فيسلز كالسيفايد. كونكلوجنز فاسكولار وكورونري كالسيفيكيشن ار كومن ان سي كي دي وكونتريبيوت لمورتاليتي، ايرلي انترفينشن امبورتنت، الثيرم رينال ديستروفي از يوزد اونلي فور بون تشينجز. الثيرم الثاني قلته، الثيرم CKD MBD describes syndrome clinical biochemical bony images. اللابل بوني تشينجز بتحصل early من stage 2 وبتcontribute لفاسكال calcification. disease asymptomatic until advanced stages of CKD. Early intervention is important. شكرا. أسئلة بقى يا جماعة، حد عنده أسئلة للدكتور مجدي؟